صلاة المغرب هل يحصل بسقوط الفرس أو يحصل بارتفاع الحمرة المشرقية؟ الآن العلماء عندهم خلاف في الصيام، الصيام بعضهم يفتي أن الصيام يحصل انتهاء اليوم بسقوط الفرس، والأحوط تأخيره إلى ارتفاع الحمرة المشرقية اللي هو الغروب الشرقي، هذا أحوط. بعضهم يحتاط احتياط وجوبي، بعضهم احتياط استحمامي، فهذا أنا أريد أقول أنه ليه تأثير، يعني كاحتمال موجود، فإذا أنا إذا كان ليه تأثير مقتضى الاحتياط والوثوق أن آخذ بأكثرهما. فأنا آخذ بشنو؟ أنا آخذ في وقت صلاة المغرب مثلا بارتفاع الحمرة المشرقية إلى ربع الفلك. وإن كان أحوط منه إلى ارتفاع الحمرة المشرقية يعني ربع ساعة ما بين. وهذا اللي عليه الأظاهر، الأظاهر المؤذنون كانوا يؤذنون هكذا، إذا شفتون يطلعون إلى المعارض يطالعون سقوط الفرس، يحط ساعته على الاثنى عشر، من الصير 12 ربع يؤذن، يعني يعطي ربع ساعة من سقوط الفرس من أمام المعارض. نعم هذا هو مقتضى الاحتياط. وهذا ما عليه علماؤنا أيضا في النجف. في القوم أيضا تشوف القوم كله يعطون ربع ساعة ما بين سقوط الفرس وبين ارتفاع شنو الحمرة المشرقية. احنا عندنا ثلاث زوايا تحت الأفق، والمهم ان كلنا نعرفها، زوايا الشفق. عندنا زاوية سالب 6 أو نقدر نقول 6 درجات تحت الأفق الغربي، هذا يسمونه الشفق المدني. الشفق المدني يعني إذا أنت قاعد في المدينة على الأرض اللي في البحر مثلا، إذا وصل قرص الشمس إلى سالب 6 درجات تحت الأفق الغربي بتكون عندك العتمة الكاملة من الجهة الشرقية والغربية، عتمة الكاملة. لكن إذا رحنا في البحر ما بتشوف العتمة، بتشوف للحين في نور، للحين في شفق. ففي زاوية ثانية اللي هي سالب 12 درجة تحت الأفق، إذا قرص الشمس نزل من سالب 12 درجة تحت الأفق، هني نسميه الشفق البحري. العتمة تكون حتى في البحر، حتى إذا كنا في البحر. وعندنا السالب 18 درجة هي الزاوية الثالثة، الشفق الكوني، إن العتمة تكون خلاص ظلمة، يعني نفس ما تقول كامل في كل مكان. لاحظنا أن ارتفاع الحمرة المشرقية تكون بين سقوط القرص وبين الست درجات اللي هي العتمة المدنية. في الاعتدالين، الاعتداد الربيعي 21 مارس والاعتداد الخريفي 21 سبتمبر، بالضبط راح يكون 15 دقيقة هاي ارتفاع الحمرة المشرقية. لكن لاحظنا في السنة في باقي الأوقات غير الاعتدادين في اختلاف ولو بسيط ثواني، لكن مو 15 دقيقة بالضبط لارتفاع الحمرة المشرقية، مثلا ياخذ لك 15 ثواني، يعني تختلف. أقل أو أزيد. أقل أو أزيد. شو حتى أصير أقل. بجمع كذا نص أقل. 14 13. أوكي، فإحنا نعتمد في التقويم أخذنا الاعتدالين 15 دقيقة، والباقي ما نروح على 15 دقيقة، نروح على ارتفاع الحمرة المشرقية. اللي ما تكون 15 دقيقة بالضبط. أقل يعني نص الفاضل. أيوة 15 دقيقة. فصلاة المغرب في حساباتنا على الربع ساعة على ارتفاع الحمرة المشرقية. هاي يعني عندنا بالاعتداد الربيعي 15 دقيقة. بين الاعتداد الربيعي راح تصير 14. زين ثواني يعني. أقل شيء كم تحسبونه؟ لا يعني أقل اختلاف، لا أكثر اختلاف دقيقتين. دقيقة. في البحرين كما اتجهنا، يعني إذا أحد طلب منا مثلا ساعة
سأعتصم من الناس يطلبون منا أنا بسافر مثلا روسيا قبل مواقع الصلاة هناك. هني الاختلاف قد يزيد لأنهم شمال المسافة يعني، لكن إحنا في موقعنا في البحرين لأننا قريبين من خط الاستواء الاختلافات غير ملحوظة أصلا. سقوط الرسول طيب.